لا يخفى على كثير منكم أن صحيفة شارلي إبدو الفرنسية قد أعادت في هذه الأيام نشر الرسوم المسيئة المستفزة، ولما نكبت على أثر ذلك نكبة تستحقها بكى الباكون وتباكى المتباكون، ثم ها هم اليوم يعيدون ما قاموا به من الإساءة والاستفزاز مرة أخرى. امتحانا لكم، هل بقي فيكم حي؟ هل بقي فيكم من يدفع عن الحمى؟ هل بقي فيكم من ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل في هذه الأمور إنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي. عن الأصل الإنسان يقاتل فيقتل، إنما عشان يفجر نفسه هذا لابد أن الجماعة هي التي ترى إنها في حاجة إلى هذا الأمر.